البطولة اللي بدأت عام 1902، واللي طبعا أكثر الفرق الفائزة بهذه البطولة هو فريق برشلونة. كرة ممتازة كانت عرضية، كاد أن يأخذها على الطائر أيضا الجزابي، مقطوعة من دفاع ريال بيتس، لكن هنا تأتي المقطوعة أيضا من ماكسويل وديفيد فيا أمامية وممتازة في محاولة التسديد، تأتي أيضا أمام المرمى، جول 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 جول، هدف ثاني، هدف ثاني لبرشلونة، هدف ثاني في الدقيقة 17. ومن هو من يسجل؟ لا تسألوني من، فهو ليونيل ميسي في الدقيقة 17. ليونيل ميسي يملك الحلول، وحتى الكرات الصعبة تسهل له، الكرات الصعبة تسهل له ليونيل ميسي. ميسي يضاعف النتيجة في مرمى ريال بيتيس في الدقيقة 17 بعد محاولات ومحاولات، ويسجل هدف ثاني، هدف ثاني لصالح برشلونة، والهدف في الدقيقة 17. هذه إعادة، كرة قطعها ماكسويل ثم جاءت لديفيد فيا ثم إلى ميسي، ميسي حاول يضعها أولا ووضعها ثاني، مرت من تحت حارس المرمى وكانت أيضا بعيدة عن المدافع اللي حاول سد الثغرة هناك وسد الزاوية اليمنى، وبالفعل تأتي إلى الزاوية البعيدة، يتركها بيدرو، يطمن عليها بيدرو، يطمن إن هي كرة مين؟ كرة الحبيب العزيز، كرة صاحب الكرة الذهبية، صاحب اللمسات الرائعة اللي يسجل بهدوء.